بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير رايق روح من ابو روح، ايه اخباركم؟ كويسين؟ واخبار اسوان دي بكون يرجو رايق روح. بسم الله الرحمن. نتمنى من سيادة المحافظ الرياضي يكرموا ابناء اسوان المتفوقين رياضيا امثال الجهاز الفني السابق لنادي اسوان، الجهاز الفني الحالي لنادي الهلال الرياضي ولنادي أبو سمبل الرياضي في التهجير. صراحة لحد دلوقتي ما فيش ولا تكريم ولا حاجة، يمكن عشان هم أبناء أسوان ما فيش حد كرمهم. لو حد من القاهرة كان جا درب وساعد بالفرق الثلاثة كنا كرمناهم ميداليات وشهادات وكذا. على شك كده بنقول مش عايزين تكريم من حد، يا ريت سيادة المحافظ ومديرية الشباب والرياضة يكرموا عشان هم دول رفعوا اسم أسوان. وأنا بالنسبة لي كابن من أبناء أسوان يعني مهم جدا إن أبناء أسوان يتكرموا عشان نشجعهم على الاستمرار وعلى التفوق. والصعود ده مش سهل، يعني مثلا الصعود من الأولى بي للممتاز للدوري الممتاز حاجة كبيرة بالنسبة لوجه بحري. لو مدرب غيرهم كنا كرمناهم وعملنا حفلة ويعني حاجات كثيرة، بس هم دول أبناء أسوان ما فيش تكريم ولا في نادي أسوان ولا في نادي الهلال ولا في نادي أبو سمبل. حتى لو كرموهم في مراكز الشباب وأندية شعبية، لا صراحة التكريم من سيادة المحافظ الرياضي هتبقى حاجة صراحة في منتهى الروعة، ويخلي الشباب دول يحسوا انهم عملوا حاجه للبلد لمحافظه اسوان. واحنا من حظنا ان سياده المحافظ موجود في كل المناسبات، يعني وفي الشارع في المشاكل والحاجه. نتمنى من سياده المحافظ يعملوا حفله في قاعه النيل او في اي مكان ويكرم بشهادات او بميداليات من المحافظه او مديريه الشباب والرياضه لأبناء أسوان المتفوقين. شكرا لسيادة المحافظ ومدير أو وكيل شباب الرياضة بأسوان.